السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين قرار مفاجئ من المدرب المنتخب الوطني الجزائري بشان مشوار الجزائر في تصفيات كان 2025 بالمغرب. يعني وين قرار هذا؟ راهو نقول لكم قرار هذا قرار يعني عادي نورمال، وين كنا على بالك وين كنا نحصلوا في ملعب نخسروا نحصلوا فيه باللي ملعب الشعب ولا نخافوا من الملاعب ولا. اليوم وين جاء مدرب اللي عنده اللمسه تاعو برك، عنده اللمسه تاعو، المدرب عنده اللمسه تاعو صحيح. هيك يعني ما نلعبش منا ما نلعبش هذيك اللمسه هذيك برك، مدرب عنده اللمسه تاعو. حنا كان اللي يقول لك يا ودي 35 مباراة ما خسرناش، واه بصح فانك 42 مباراة ما خسرناهاش في البليدة، وكي خسرنا في البليدة هي بينت لنا واحد الأيامات مباريات الحاسمة ما نفوزوش بهم، كيما كومشي النيجر مع بوركينا فاسو دارت معها ماتشين في بلادها، كنا حنا ما نروحوش الماتش باراج، مباراة حاسمة مع بوركينا فاسو هنا في البليدة ما فزناش، درنا دو دو بالك شايف العرق لك حل خرج. زدنا مباراة حاسمة أمام غينيا استوائية دوزيام ماتش باش نربحو نتهناو من ريسالنا خسرنا 1-0، زدنا كذبنا الماشينة كما صينا نحسبو خسرنا 3-1 في مباراة حاسمة، زدنا بعد شهر ونصف خسرنا في بلادنا في مباراة حاسمة، واو لله مانيش غلط هادي زعما حقيقة راني نقول فيها. زدنا في مباراة حاسمة أمام موريتانيا انهزمنا، حصلنا في قبعة صفراء، حصلنا في وليد صادي، حصلنا في رفيق وعيد في بن شيخ، ضغوطات منا ما كانش كيما ضغوطات تاع إيمان خليفة. شو ربي جاب لكم حاجة؟ شو إيمان خليفة ضغوطات يعني مرشح ذاك ترامب مرشح تاع أمريكا نهدر عليها عايرها ضغط عليها تاع طليان ضغطت بها بالوزارة تاع الروس في الانباء ديريكت يهضروا في التلفزيون ديريكت تاعهم يهضروا على ايمان خليفة. ما دارت لهمش كاع حساب، التركيز احترافيه ملاكمه محترفه بمعنى الكلمه، الخدمه والكف وطيحي وانا نرفد الذهب. هذه هي هنايا ولاو يخرجوا ديك الشعبويه خرج علينا، شكون اللي قلعها؟ شكون؟ كمال مهوي. الناس كانوا يهضروا على محرز محرز انت خرج، قال لهم محرز زعفان محرز زعفان خرج دارو لا ولازم يا ودي نتوما وحدكم محرز زعفان خاطش على لونترينر قال له ما نطيحش واحد يروح تشوف قدامي نتايا الا نطيحو نطيحو كاع روح تشوف سمع يا الهم. انا نقول لكم كانوا عارفين بلي ما يدير والو، كانوا عارفين ذاك المدرب ما يدير والو، غير كانوا هو بلا ما يفيق كانوا دايرينه مشروع هود ديك الحماره الناشفه، يعني بغاو هكا يضحوا بجزائريين يموتوا جزائر هودت تعاير في الكاميرون في الكوت ديفوار في الكوت ديفوار تعاير فيهم على باش يديروا مشاكل بتوع يقتلوا واحد ولا زوج يضحوا بزوج جزائري مساكين على جال باش واحد يقعد يحقق الحلم تاعو. هيا هما يقعدوا هنايا الماكله واو لله واو لله. قال قتلوا لنا واحد ضربونا ما نجيبوش كوت ديفوار، قال لكم يا ودي ها راه الميدان ها راه موريتانيا ربحوه فهموا لكم توليتو تجرو مول موريتانيا باش نقاليزو، ومن بعد يخرج بو كلبه ولا يخرج واحد من الكلاب هادو يدلك هاك ها والفتو واه والفتو يا والفتو ديرو حسابات والفتو يا واه توحشتو تخسروا مع الاخرى تخسروا يا ودي مع موريتانيا خسرنا. اش عمل واحد يقول لي ما تعقلش باللي وين كنا نخسروا وين؟ قال لك عمرك لا ربحتو نتوما برا تجا دار لونترينر ولي لونترينر اللي فات ولينا نربحو كاليفيكاسيون كوب دافريك تاع كوب دي موند هذيك وين؟ مين ولينا نربحو؟ وين ولينا نربحو؟ صدقونا صدقونا الناس صدقونا. لان امن معزوزي قال لكم باللي الحاج محمد راو روا كان شرا التاهل كاس العالم، لا لا فاليك شرينا التاهل دوزيام تور امام الروس وكلش واه واه ليشان ليشان غادي نامنكم امنكم واه لا نامنكم كاش كاع مشكل غادي نأمنوكم. وين يستاهل المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الوطني فلاديمير شهر سبتمبر المقبل مشوار تصفيات نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا كان المغرب 2000
و25 بمواجهه غينيا الاستوائيه وليبيريا. ويواجه المنتخب الجزائري في الجوله الافتتاحيه ضيفه المنتخب غينيا الاستوائيه على ارضيه الميدان الملعب وهران الجديد الميلود هدفي باختيار من التقني البوسني وبحسب ما كشفته صحيفه لو كومبيتيسيون الناطقه بالفرنسيه، فان المدرب الوطني يسعى للعب في ملاعب مختلفه من الجزائر مستقبلا، وهو ما يفسر اختياره خوض مواجهات غينيا الاستوائيه في وهران. وفي سياق اللعب يعني باكبر عدد ممكن من الملاعب، قرر المدرب خوض مباراه الجوله الثالثه من تصفيات كان المغرب امام منتخب الطوغو على ارضيه الملعب 19 ماي بمدينه عنابه. ايوا شوف المدرب كيفاش يسوق للجزائر ملاعب تاعها، ماشي كيما ناس قال لك نروحوا نديروا تربص في طرابقه ونعاودوا نجيو نلعبوا هنا في الجزائر، تسمى تربص هنا الجزائر نروحوا لطبرقه نديروا تربص ومن بعد نعاودوا نجيو نلعبوا ومن بعد نعاودوا نولوا لطبرقه نديروا نكملوا التربص تاعنا. ها انتم ما سمعتوش بها هذه، ما على بالكمش. ها راهو حنا ملعب كي والو، ملاعب كي والو، فانيك هذه داروها لونترينير، قولوا لنا فانيك لونترينير اللي فات تعقلوا عليها؟ نهار اللي خرج بالك في عام ونص خرج حسين جناد يهدر، قال يا ودي الملاعب يا ودي ما شا قال لك؟ قال لك هذو راهم يخسروا للمدرب اللي ربحته موريتانيا. هذا الخطر فانيك ها الملاعب ها راهم خاسرين، ورانا نحضروا ورانا ننتقدوا نورمال عادي. كاش ما كاش بدنا نعرفوا فلان سكت ولا ما نعرفش فلان نهدر. نورمال عادي. ويرى الناخب الوطني أن اللعب أمام جماهير مدينة عنابة المعروفة بحماسها الكبير سيمنح دفعة معنوية جديدة للاعبي المنتخب الجزائري ويرسخ تعلق الجزائريين عبر كامل التراب الوطني بمنتخب بلدهم. أكتشو دار راه دار شاف لي ستاد شاف منا عنده نظرة على الملاعب. كاين مسكين اللي كان يجي يعني تيقولوا له الملعب ولا فلان ولا بالتليفون يعيطوا له ما يجي يشوف. صعد هذا المدرب جا شاف تاع وهران قال لك لا لعب تاع وهران، الجايه قال لهم نلعب في تاع النابه خاطش راه شايف تاع النابه، راه شايف غادي يكون تلعب في البليده يقول لك لعب في البليده، استجوي لعب استجوي نورمال عادي. شو كيفاش؟ وكان ملعب 19 ماي بمدينه عنابه قد خضع لعمليه تجديد في عام 2022 من اجل احتضان مباريات منافسه كاس امم افريقيا للاعبين المحليين والتي احتضنتها الجزائر مطلع عام 2023. وسيكتشف المدرب اجواء جديده في عنابه في حال ترسيم القرار بعدما اكتشف اجواء الملعب نيلسون مانديلا بالعاصمه في اول تربصين اشرف فيهما على كتيبه الخض. وبعيد عن مسرح المواجهات المقبله يسارع الناخب الوطني الزمن من اجل القضاء على بعض المشاكل الفنيه في كتيبه محاربي الصحراء خاصه مشكله الدفاع والذي بدت هشه خلال المواجهات الاربعه الماضيه. يعني ما عندوش الوقت، الوقت ما كانش الوقت ضيق. مازال ما لعبش مباريات خلينا تاع الاخرى كان لازم باش يربحهم تاع بوليفيا تاع فانيك ما كانش كاين الوقت فماك. موراها ما كاش الوقت وهذا تربص ما كاش الوقت، ما كاش الوقت مش كيما المدرب اللي فات وما خدمش. المدرب اللي فات كان عنده وقت كبير 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 بصح ما خدمش ما خدمش ما خدمش. انا نقول لكم ناس غلطه. شو كيفاش؟ ناس غالطة. ما المدرب اللي فات خدم الفترة تاعو صاب لاعبين واجدين لعب لعب بصح ما تطورش المنتخب الوطني. مي كنا نقولوا يا ودي المنتخب الوطني يتطور بتدعيم بضخ دماء جديدة والمنافسة على المناصب. لا قال لك أنت يا تكرهوا ليكيب ناسيونال. أي يا راهي راهي كرهوها أنا نكرهوها أنا يا بولف راهي قدامكم أنا بولف هاي قدام هاي انتو مساجين وكاش كيفكم نهضروا معاكم تعجبوها باللي رانا نقصوا عليكم واو لا عجبتو باللي رانا نقصوا عليكم ويسهل عليكم دروك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. فانك ما تنساوش تفعيل الجرس واللي مشي ابوني معنا.